يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد دعاء اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب والفجر. السؤال: هل من الجائز أن أقول اللهم أجرني ووالدي من النار؟ الحديث فيه مقال، ولكن من دعا الله بهذا الدعاء فلا يمنع من هذا، لأن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في الترغيب والترهيب، وما فيه مصلحة للمسلم، لكن لا يبنى عليها أحكام من حلال أو حرام، وإنما يعمل بها في الترغيب والترهيب والوعظ فقط. فيقول الإنسان هذا الذكر، لكن لا يزيد على اللفظ الوارد، لا يزيد على اللفظ الوارد. وإذا أراد يدعو لوالديه أو لإخوانه المسلمين فيدعو لهم بغير هذا، هذه الصيغة. نعم.